السلام عليكم. اليوم نعرفكم بأول مصنع لتحويل الحديد يقع في الجنوب الجزائري، وبالضبط في ولاية الجديدة تاع توغورت ببلدية طماسين. وهذا المصنع اللي يحول بطاقته يعني القصوى عندما يعني يدخل في مرحلة يعني الإنتاج الفعلية، سوف يحول ما لا يقل عن 200,000 طن من المواد الحديدية المرسكالة، يعني إذا فيها عملية رسكالة. وللذكر فإنه الآن حوالي 8 يعني مصانع من هذا النوع تقع في مسيلة، في عين تيمشنت، في غليزان، في عدة ولايات من الوطن، في هذا يعني المصانع المركبات لتحويل الحديد، مش إنتاج الحديد، تحويل الحديد. إذن تساهم في القضاء على الكمية الهائلة نتاع الحديد اللي كانت موجودة جراء يعني العشرات السنين نتاع يعني نتاع الإنتاج الصناعي والمصانع، و يعني الطفرة الصناعية الكبيرة اللي كانت تعرفها الجزائر في الثمانينات والتسعينات، وحتى يعني كمية كبيرة من الحديد المرسكل تأتي كذلك من القواعد نتاع استغلال النفط والغاز في الجنوب الجزائري. إذا كل هذه الكميات الحديد ثم ترسكل ليتم إنتاج حديد جديد باش تضاف إليها مادة تاع الكربون ثم تعاد رسكلتها وإنتاجها من جديد لإنتاج مواد حديدية جديدة في البناء، تستعمل في البناء ومجالات أخرى. إذن هذا هو مصنع الجديد الذي يقع في تماسين بولاية توغورت الفتية. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.